في دقيقة صيدلة وفقرة خطأ شائع والصواب. الخطأ الشائع رح نحكي عنه اليوم للأسف منتشر مو بس بين أفراد المجتمع عموما، إنما بين أعضاء الفريق الطبي كمان، وخاصة زملائنا الأطباء والممرضين. المعلومة أو الخطأ الشائع بيحكي إنه ديكلوفيناك بشكله ديكلوفيناك الصوديوم المعروف باسم فولترين، سواء على شكل حبوب أو أبر، بيرفع الضغط وبيأثر على أو بيضر على الكلية، بينما ديكلوفيناك بشكل ديكلوفيناك بوتاسيوم معروف باسم كاتافلام، أو بشكل آخر معروف باسم تراتول، سواء بشكل حبوب أو أبر، هذه الأشكال ما بترفع الضغط ولا بتضر على الكلية. طبعا المعلومة خاطئة تماما، كل أشكال الديكلوفيناك بتأثر على الضغط وبتضر على الكلية، لكن السؤال ما الفرق إذن بين هذه الأشكال؟